رغم التسخين، رغم حملة التشويه، رغم آلاف الصفحات الفيسبوكية الناشطة والممولة من الخارج، الرئيس قيس سعيد يكتسح الانتخابات الرئاسية بنسبة عالية، بعيد كل البعد على منافسي، قرابة 90% من الأصوات مقابل نسبة ضئيلة للعياشي زمال والمغزاوي. وبعد لحظات من إعلان النتائج الرسمية، اليوم التوانسة موجودين في المسرح البلدي تونس العاصمة وبقية مناطق الجمهورية للاحتفال بفوز رئيس الجمهورية قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية. ويضر لي أكثر واحد، أنت فرحان اليوم؟ شوف خوي محمد، تحب نرجع بالتوالي ولا نرجع كما تحب أنت؟ اليوم الانتصار يقولوا عرس، يعني عرس نقصد زغاريت ونقص جو ونقص احتفالات. زغاريت هاي موجود يا ودي، ما حشتيش بالزغاريت هذيا، الزغاريت اللي لوج عليها اليوم صاي غذينا وترشحنا والحمد لله وربحنا. اليوم يلزمنا نشمروا على الذراع، نشمروا على ذراعنا ونخدموا بلادنا، ما عادش باش نلوموا على العشريه السوداء. الحاجه اللي تفرح اليوم واللي تفرح الشعب التونسي بالتشويه، بالصفحات سبونسوريزي، بالخارج، بالداخل، باللي يحبوا هما الكل. اليوم جاء انسان اللي انتصر، هو انتصر الشعب. راهو ماهوش الاستاذ قيس سعيد انتصر، راهو الشعب هو اللي انتصر. على خاطر الاستاذ اليوم رئيس الجمهوريه، راهم باش نفهموها عامله مزيه على الشعب، ماناش نحن عاملين عليه مزيه. راهو مستحيل في الدنيا باش ترقى رئيس يرقى الخور في البلاد هذيا ويرقى الفساد في البلاد هذي وباش يصدم عليها، يرقى مافيات تحكم في البلاد وباش يصدم عليها. يعني انسان ضحى بماله وبداره وبصحته وبالدنيا الكل يحب يخرج البلاد هذيا. اليوم رئيس الجمهوريه حب يوصلوا لك ميساج للشعب التونسي، رانا رجعنا لك المزيه اللي عملت علينا، رانا رجعناها واحد واحد، بقى اليوم باش نخدموا بلادنا من غدوه. الحاجه رقم ثلاث اللي باش تعرفوا، الشعب التونسي راهو قوي في كل شيء، بالخارج راهو قوي، بالاتحاد الاوروبي قوي، باللي تحبوا انتوما. يقول قائل علاش وقت رئيس الجمهوريه قال ما نجمش نخدم ما دام مجلس الخراب تحكم فيه الاخوانجيه والكناطريه والارهابيين، طلب من الشعب باش تسكر وتسكر. وقت اللي قال لهم مجلس الاعلى القضاء راهو ما نجمش نحاسب على خاطر فيه جماعه البحيري تحكم، اش عمل الشعب؟ سمعوا وتسكر مجلس الخراض وتسكر مجلس النواب وتسكر اكثر حاجه مجلس القرضاوي وغير القرضاوي والمحاكم والقضاء المسخ. وقت قال لهم نحب الاستفتاء، الشعب خرج معاه. اليوم قال لهم حاجه واحده، الكوره في ملعبكم، انا عملت اللي علي، انا ضحيت وتشوهت وتمس عرضه وتحدى الاتحاد الاوروبي، تحدى صندوق النقد الدولي، تحداهم الكل، تحدى الاتحاد وبزيدهم بعروفيتهم الكل والاخوانجيه والارهابيين ورجال الاعمال، وقال لهم انا مع الشعب. واليوم الشعب رجع الحقيقه. انت ما شفتش يا خويا محمد، ماناش باش نحكيو على الريزو كيفاش قاعد يقص في المراكز، ماناش باش نحكيو على الورقه اللي قاعده تتبدل في الخارج، ماناش باش نحكيو على الخور اللي موجود وقت الانتخابات باش باي طريقه يتيح الرئيس. اليوم الشعب قال كلمته وشكبنا عليكم برقم ثلاثه وباش تبقى ثلاثه وغدوه ثلاثه، والمهمه نتاعنا كبلت. الشعب التونسي مهمته فات، بقات الكوره عندك انت يا سيد رئيس الجمهوريه، بقات الكوره نحبكم تفرح الشعب هذايا اللي ضحى، اللي ضحى، اللي ضحى غلى المعيشه، اللي ضحى الغاز ما فماش، اللي ضحى الماء يتقص في رمضان، اللي ضحى اللي تحب عليه انت، الادارات اللي خدمت ضدك، اللي ضحى رجال الاعمال اللي خدمت ضدك، اللي ضحى الاتحاد والبارونات خدموا ضدك، اللي حركوا المجلس الاوروبي مش يخدم ضدك، حركوا الكره الارضيه الكل ضدك. علاش؟ ما يحبوكش تواصل، ما يحبوكش تكمل تشد رئيس خمس سنين باش تكمل تنظف الوسخ اللي خلاه البحيري في القضاء نتاعه واللي خلاه الغنوشي واللي خلاه رجال الاعمال. كل قايل اليوم علاش الزمال والعياشي وغيره قاموا اليوم وتحركوا؟ علاش ما تحركوش قبل؟ على حاجه واحده، خاطر مصالحهم تمست، على خاطر البارونات بتاع الفساد تكلمت، على خاطر يحبوا يدفعوا المليارات اليوم وجنشوا جماعتهم في الخارج، جنشوا جماعتهم في باريس في السفاره نتاع بونتان، جنشوا جماعتهم في السفاره نتاع البوسطه، جنشوهم حتى في ايطاليا. وفي الاخر الشعب قال كلمه واحده، لازم التصليح يا سيد الرئيس، ما دام الشعب اليوم وقف معاك، صلح لك، عمل علينا مزيه والمزيه رجعناها لك اليوم، عملت علينا مزيه كي حاربت لنا الفساد وخليناك تعاني وحدك، لكن مش
بقوه بحاجه قليله، خاطر الشعب لا حول ولا قوه. مادام واحد يتكلم يمشي الحبس، نقول لك شعب لا حول ولا قوه. على خاطر القضاء نتاع البحيري مازال اليوم يكور، على خاطر مازال برشا مندسين في الادارات تكون، على خاطر وقت اللي تمشي وترقى اليوم بروات تاع البوسطه قيشي واحد يخدم قدام عشرة، اعرف اش معناه رم ينكلوا بالمواطن، شمتى فيك اليوم؟ بالرغم الصعوبات هذه الكل الشعب قال كلمته وقال لك انا معاك، يعني واحد بواحد بقى لنا غدوه الحي، رانا باش نشمروا الكل ونخدموا بلادنا على خاطر ما تبقى لنا كان بلادنا. وتحيا تونس.